أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، القتال هل يكون بالسيوف أم بالآليات الحديثة؟ هذا صحيح، الحديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي قلبي، وحتى يقول الشجر يا مسلم هذا يهودي قلبي تعال فاقتله، هذا في آخر الزمان. وأما كيفية القتال والسلاح الذي يستعمل فيه الله أعلم، الله أعلم، لم يبين هذا.